حبيبي اشو انت ماخذنا بعين صغيره؟ ترى احنا قدها وقادرين ان نغير. ايه ولازم نغير. شوف اقول لك، وبعدين انت هذا الحكي اللي تحكيه فهمت لو لا؟ احنا جايين من اجل الشعب، احنا ضمير الشعب، والشعب ما يستاهل. شعب طيب تعب تعب، الشعب تعب. يلا اوكي على هذا الاساس اشتغلوا. يا عافيه عافيه حبيبي، يلا همتكم مريض. يلا باي باي. هلا السلام عليكم. هلا ابن اختي. هلا بالمرشح الساخن. شفتني على الطباخه فور ساخن. والله استاذ لقيت لك ان شاء الله تفوز. صلاح عيوني بشر سويت استاذ، بصراحه ما لقيت حائط فارغ، كلهم معلقين عليه لافتات. وشلون ما اعرف يعني هسه اللي يلقى حائط كان ما مشتري بيت. اشتري بيت. اشتري بيت على مود الحائط. طبعا اشتري بيت، المهم افوز عليه. استاذ صديقي عنده بيت يعني، بس هو شنو سرداب نعلق بيه صور ومن يشوفني جريديه. لا قصدي يعني وين فارغ. لا شلون استاذ؟ عندي فكره، اطلع هسه الكوف اشتري لي قهوه حلوه. لو مره مره حلوه مره. شو لا شنو قهوه؟ القهوه قهوه مقهى، مقهى هي وناسها. شكل قهوه بالمنطقه اشتريها. تقول لي مقهى وعلق الصور بين صوره وصوره. الصوره ما قبلوا. شو ما قبلوا؟ يقبلون وغصب اعطيه فلوس. مال شايات بس فهمني على كيفك. صلاح اعطي فلوس وعلق صور. ماشي قهوه ما في مشتريناها. اي علق صور بيها يا عمي. ماشي استنى على السيارات كل شيء حتى على الثلج علق. يعني حتى على الروضات ما يخالف؟ حتى على الروضات. ماشي صار. زين شنو نعطيهم هدايا؟ شي عنده بطاريات؟ خلصن. اي حار الدنيا. زين صوبات؟ بقى بس الفتايل. بس الفتايل. زين. ايش عندنا بالمخازن؟ العابات وكم مسدس وهذا المصراع واللايت. زين. واحنا اخذنا المخزن، تعرف بالشورج اخذنا. ايه زين. المطلوب مني هسه شنو؟ بس عندهم فلوس. فلوس؟ اي شيء تعطيهم. انت ذاك اليوم مداين 50 مليون. شلون؟ ولازم تصرف. نصرف. قولهم جايت زين. هسه شو توصيني وين اعلق؟ اعلق كل مكان. ها. على الروضات على المدارس. انت عندك صوره مال تخرج من السادس ابتدائي اتذكر. لا تخرج. لا شنو؟ هاي الصوره اعطيتكم اياها عم القاطب بيجي. ماشي خلي اشوف اليوم انا وصيت المصور وخلي بين صوره وصوره صوره بين صوره وصوره صوره. اتمنى لك صوره. اتمنى لك الفوز والله. الله يخليك اشكرك. اتمنى لك الفوز. وانت اختار الوزاره اللي فيها. صدق؟ وبعدك يعني اخيرا راح تعينني؟ طبعا. يلا في مالا خالو. هذا عيني هذا استغربت الزباقي. نعم لا اشتعل خالي كل من وراك. هسه يا خالد البس لك ستره حلوه عبالك كاهي من بعيد. شنو الحكي هذا؟ قوم يابا قوم. شكو قوم قوم تقول يابا بعد عندنا لافتات. عود ترى تعبت هاني وهذا صار عاشر مرشح هاني. هذيك القطعه تعبنا معود نروح. يعني خالي ما يستاهل؟ عمي تروح ما تدري تشلبت انت. وبعدين هو خالي لو خالك انت. لك بابا هذا خالي اذا فاز راح يعين كل المنطقه واول اثنين انا وياك. من عيناني؟ اي بابا يعينك انت، انت ابن اختي انا شكو يعيني؟ حتى بعد ما يشتريني بزباني باوع لي انت دراعي معود زعلان من عندهم. اه حنون يعني خالي ما يستاهل؟ ما يستاهل. باوع اللي من عندك هاي الاهزوجه الحلوه فد هوسه قويه. هلا انا هوس له امت عين اذا انا هوس. انا ما هوس لاي واحد انا، وبعدين صوتي ما اطيل اي واحد فهمت له. آه. ما دراعه هوس. واذا معجونيه؟ ها والله خالك يستاهل. عافيه يستاهل الهوس. يلا قوم. يلا هلا بخالي. هلا 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 بخالي. الله يساعدهم. هلا بخالو. ها بشر شلون الشغل؟ الشغل عال العال الحمد لله والشكر، الامور تمام. وين عال العال؟ وين عال عال؟ ليش؟ بعدين هذا الشغل اتفقنا عليه؟ شنو استاذ؟ ولك افتريت بغداد شبر شبر بالسياره، ما شفت صوره ولا لافته. استاذ مو هالمره الانتخابات صارت مناطقيه. شنو مناطقيه؟ يعني مثلا اذا مرشح بالدوره الشعب شعليه. شلون الشعب شعليه؟ لحد مين يرشحني؟ لا مو هذا قصدي. من ينتخبني؟ قصدي منطقه الشعب ما لها علاقه باليرموك. اه اي هيك يعني مناطق كل من منطقته. حلو حلو اشتريني بكل منطقه بيت. على مود الانتخابات؟ ايه. استاذ قوه حصلنا حايط وهذا صديقي حنون ساعدني باللافتات على مود تعينه. هذا حنون؟ هذا خالي. شو اسمه؟ ها؟ شو اسمه؟ نعمان. يعني نعمان اسم الفني لو شنو؟ لا اسم المرشح نعمان. نعمان النعمان. ها نعمان. يلا ايه نعمان. هلا 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 يا نعمان الراس تلوق لك ما تلوق للغير. ايه يا نعمان الراس تلوق لك ما تلوق للغير. ايه يا اسمك بحر والبحر ما مجلحوه. ايه وكل من شاف موجك في الغرام يطيح. ايه ها اخوته ها نعمان احسن له ساسوكي. نعمان احسن من ساسوكي. هلا هلا واخذ الطلقات. لا 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 ما يصير تربى طلقات ما يصير. مخالي نايب يطلعني. ها ما بعرف شو هاي نعمان احسن من ساسوكي.
السلام عليكم. هلا عيننا مرحبا. عليكم السلام. عليكم السلام. اهلا. سياده النائب موجود. سياده النائب، هاي شنو الهوسه هاي؟ شنو الخير استاذ؟ انتو الخير، شنو الهوسه هاي؟ شو مسوين؟ بعدين هاي شنو اللافته؟ هذا منو؟ هذا افتتاح مطعم مخلم وبيض. خبوا. شنو؟ ما تشوفه مرشح؟ منو هو هذا؟ هذا خالي. انا نعمان النعمان، صوري على كل الحيطان. والله احنا ملينا يا اللي يجي يخلي الصور او يرشح، ادري غير نعرفه منين، شنو البرنامج مالته، ابن المنطقه مو ابن المنطقه. انت تعرف البرنامج مالته؟ ايه؟ يطلع ورا استوديو الجماهير. شنو؟ بابا هو مرشح لهالمنطقه. يا ادري بابا شنو البرنامج مالته؟ ايش راح يقدم لنا؟ راح يعين كل الناس. طبعا. ويقضي على البطاله. يقضي على البطاله؟ اي نعم. اسمع، احنا مو ضد المرشحين ولا ضد الانتخابات، اذا زين اهلا وسهلا به، نشيله على راسنا واحنا ندعمه. اما اذا مثل السابقين فلا ما نريده. فخذوا جوالاتكم وطلعوا برا. هذا منيح. سينو سينو. لك اشحله والله. ها شنو؟ سينو. انت مو قلت وين بيتهم؟ انت وين بيتكم؟ انا وين بيتنا؟ انا بهاي المنطقه هبا عن جد. انت منين؟ انا نعمان نعمان نعمان، صوري على كل حيطان. اخي ما يكون لخاطرك طيب، وراح تشوف شلون راح يقدم خدمات المنطقه. صديقي الهزوجه مالتك شنو؟ ايه نعمان احسن لا شاشوك. نعمان احسن لا ترمي لا ترمي يا اخي لا ترمي حرام. يلا خالو انتظرني بالقهوه. يلا بالمكتب. يلا يلا قبل خالو قبل قبل انت راح ندق لك هذا. يلا عنده بعد 5000 انت راح تتركه توكلوا وبخير ودلل احنا بخدمتك. يلا تفضل 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 خالو تفضل.